تيجي تلعبي معايا في الكهرباء يا فتحي؟ انت تايهه في ايه يا بيه؟ في اللي شفته يا حامد، في اللي شفته. ولا اللي شفته محد شافه؟ ايه هو اللي شفته ده يا بيه؟ الا قول لي يا حامد، كل اللي لابساه ست الحاجه دي ذهب. ايوه ذهب يا بيه. امال القشر ايه؟ ذهب 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 من بتاعنا، يعني عيار 21. طبعا يا بيه. امال عيار ايه؟ يا حصتي يا حامد، ولا النابوليا والسجاد والانوار الملعلطه يا حامد، وكل القبهه دي كلها. الا كل ده منين يا حامد؟ هم عندهم كام فدان؟ ولا اقرا. كل اللي شفته ده من ده يا شيخ. ما تقولش الكلام بقى، ده في مصر يجيب ده كله؟ يا عيني عليك يا ست علي، ما حدهاش حاجه بتترقص الا الغسيل. غسيل ايه يا بنت اللي بيترقص؟ ما انا كنت نازله من عند الست علي وجايبه لك بشره خير. قطعت عليا وما خاطرينش اقول لك. خير يا بيت؟ هطلع اساعدها كل يوم وتديني 3 جنيه كل شهر. خدامة يعني؟ طب قسما عظما لا يمكن ده يحصل. ليه يا حامد؟ ده انا هبقى مستوظفة عندها زي ما هي مستوظفة في الحكومة. بقى كده وطلعت لنا به كمان من عند الست الهام. هعمل لهم برام حمام في الفرن. حامد يا حامد. مساء الخير. اهلا يا بيه. ازازتين ويسكي وشويه مزات. حاضر يا بيه. مساء الخير. مش تيجي بقى ناكل البسبوسه سوي؟ مش تشتري الحاجة الأول اللي قالك عليها البيت؟ أنا لا مشتري حاجة ولا متعتع من هنا إلا لما ناكل البسبوسة سوا. يا بسبوستي أنت. يو يا حامد. يا بسبوستي أنت. حامد. يو أو أنت جيت أوعى. يا سلام بهرتني. انا بستغرب ازاي عالم الكتروني زيك عايش طول النهار بالزراير يعيش فيها بالليل كمان. امال عايزاني اعيش في ايه؟ في عشه؟ في كوخ؟ المفروض ان الواحد لازم يحس بفرق بين مكان عمله وبيته. متهيألي ان الديكور ده كان ممكن يبقى ابسط من كده بكتير. انا راجل احب اعيش عصري. يا سلام. طيب المهم 15 يوم عشان اقدر اقابلك واعمل معاك الحديث ده. انا اسف بس انت كنت بتجيلي المكتب وانا عندي مكان العمل مقدس للشغل وبس. امال هنا عشان ايه؟ عشان الاحاديث الصحفية. يا سلام. يا ترى الحديث ده هيتنشر ولا هيشيله رئيس التحرير زي بقية موضوعاتك؟ لا اطمن هتتنشر، اصلك ما قلتش حاجة تستاهل ان رئيس التحرير يشيلها، وطبعا الديكورات الخرافية دي مش هتهمه في حاجة. عاوز تتكلم عن ايه كمان؟ انت الصحفية مش انا، اسألي. طب ايه رأيك في المرأة العصرية؟ المرأة العصرية. انت عارفة قد ايه انا مؤمن بالعلم والحضارة، ومع كده بحس كتير ان الانسان العصري فقد حاجة مهمة، يمكن العاطفة، يمكن الاحاسيس، يمكن المشاعر. العالم الالكتروني الشهير
اللي مؤمن بالعلم والتكنولوجيا في كل حاجة حتى في فتحة الستارة والبار، يجي لحد المرأة وعاوزها بأحاسيسها ومشاعرها البدائية؟ تعرفي أنا ساعات بحسد البواب بتاعنا عشان اتجوز واحدة خام من الأرياف. يا باش مهندس دي ما تبقاش ست، دي تبقى فابريكة أولاد تخبط البصلة وتجيب نص داسة عيال. الفطرة البدائية الطبيعة اللي العلم والحضارة حرمونا منها. بتضحكي على ايه؟ اقول لك وما تزعلش؟ قولي. بتخيل علاء بهجة العالم الالكتروني الشهير مع واحدة فلاحة جاية من ورا الجاموسة، مدهش. الله، مالك سرحان في ايه؟ اكيد هيبقى لها طعم تاني زي طعم الفاكهة والخضار الطازة اللي لسه مقطوعين من الغيط بخيرهم، وزي ريحة النجيل الأخضر وهو لسه مبلول من ندى الفجرية. ايه الشعر ده كله؟ مشوار ويمكن اعوق شويه، مش عايزه حاجه من السوق. سلامتك يا حاج، جيب لنا شويه ملوخيه. حاضر. فضتك بعافيه يا فتحيه. عافيه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا بيه. مالك بترتعشي كده ليه؟ هو انا عفريت؟ لا. سكتي تاني ليه؟ ردي. هرد اقول ايه بيه؟ هو حصل مني حاجه تخليكي تخافي بالشكل ده؟ لا ابدا يا بيه. لا. تاني مره لما اكلمك من الشباك تبقى تردي عليا. انت هنا في مصر الناس بتكلم بعض، بتسلم على بعض، بتسال على بعض، محدش بيخاف من التاني. ايوه يا بيه. اسمعي يا فتحية، انا نفسي في اكله فلاحه، تعرفي تعملي فطير مشلتت؟ امال يا بيه. وعاوز كمان عسل نحل وجبنه قديمه. يا حسني ده انا هبعت بقى اجيبهم من البلد. طيب معلش انا هبقى اكلم حامد واعرف يتكلفوا قد ايه. خليك سابق يا بيه. سعيده. ولا اقول لك فوتك بعافيه. حتى بتتكلم زي لغوتنا بيه. حتى الابتسامة بتداريها. ربنا يكون في عونك يا حامد.